حضر العزاء مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، عن في الفنان نبيل الحلفاوي، نجوى فؤاد، بوسي شلبي، هالة صدقي، وفاء عامر، شهيرة، طبعا نجوم كانوا حزانة، ماجدة، والفنانات طبعا بدون مكياج، دنيا عبد العزيز. وهتشوفوا فنانين كانوا مختفين عن الأنظار، شوف شكلهم بقى ايه دلوقتي، شيماء سيف. هالة فاخر. الفنان القدير يوسف شعبان بعد غيبة طويلة. سامح حسين. هنا دنيا عبد العزيز. كوكبة كبيرة جدا من الفنانين والفنانات حضروا لأداء واجب العزاء. أحمد عبد العزيز، علي ربيع، هتلاقوا نجوم مسرح مصر برضو كلهم حضروا عشان يأدوا واجب التعزية. الله يرحمه الفنان محمود الجندي، كان فنان قدير ومحبوب من الكل. هنا الزاهد وخطيبها أحمد فهمي. كلهم كان عليهم التعثر باين. حسن الرداد. أكبر حشد من النجوم. حضروا لأداء واجب العزاء. فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج القدير محمد فاضل، شيماء سيف، عمرو مصطفى متولي، ياسر جلال، ياسر جلال برضو، شقيق رامز جلالة. رغم ان الجنازة ما كانش فيها فنانين كتير، لكن العزاء كلهم حضروا. كلهم باين عليهم التأثر والزعل عشان الوسط الفني فقد واحد من أهم ممثلين اللي كانوا فيه وأثبتوا كفاءة طوال حياته، كاتب الكبير وحيد حامد. في ناس كتيرة رغم مرضهم أصروا إنهم يجوا. أحمد حلاوة، الله يرحمه.
فاروق لوكاس كايو ماسك عكاز وشاركونا بالتعليقات مين اللي أثر فيكوا أوي شكله سيد رجب طبعا نجوم مسرح مصر كلهم أو معظمهم حضر أشرف زكي ورا نقيب الممثلين حمدي المرغني دكتور عمرو الليثي أحمد صيام كانوا مانعين المصورين إنهم يخشوا داخل قاعة العزاء عشان كده التصوير كله كان بره عند البوابات على صدري دكتور عمرو الليثي المفتي السابق الشيخ علي جمعة الشيخ علي جمعة هالة فاخر هالة صدقي وبوسي شلبي وفاء عامر أحمد فهمي أنا الزاهد معظم نجوم الوسط الفني حضر عشان يأدوا واجب العزاء الله يرحمه شريف سلامة عمرو مصطفى متولي
الفنان القدير نبيل الحلفاوي، شريف سلامة. لو عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.